السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثالثة قسم الإنتاج الحيواني، رحب بكم أجمل ترحيب في درس جديد من سلسلة دروس التعليم الإلكتروني لهذا الكورس، مادة فسلجة الطيور الداجنة. درسنا لهذا اليوم بعنوان الجهاز التناسلي الأنثوي في الطيور الداجنة. محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور علي صباح الحسني، تدريسي في كلية الزراعة جامعة بغداد، قسم علوم الإنتاج الحيواني، تخصص فسلجة الطيور الداجنة. بشكل عام، جهاز التناسلي الأنثوي معظم الطلبة يعتقدون أن البيضة هي عبارة عن منتوج غذائي تنتج الدجاجة لاستهلاك البشري. الحقيقة أن البيضة عبارة عن خلية تناسلية أنثوية مجهزة بالمواد الغذائية الضرورية لنمو وتطور الجنين، وفي حالة كون هذه الخلية مخصبة حيث أن أهم الاختلافات البيولوجية بين الطيور والثدييات أن نمو الجنين يتم خارج جسم الأم وداخل هذا البيضة. إذن الغرض الأساسي من إنتاج البيضة هو المحافظة على النوع. يتطلب تكوين البيضة نقل مواد غذائية عبر أغشية الخلايا في مختلف الأنسجة وأجهزة الجسم المختلفة وصناعة مواد خاصة ليس فقط يشترك بها المبيض وقناة البيض، بل أعضاء عديدة في جسم الدجاجة. وتقدر المواد التي تصنعها الدجاجة خلال 24 ساعة لعمل البيضة الواحدة حوالي 45 غرام، على افتراض أن الدجاجة تنتج 275 بيضة في السنة، وهذا يعني أنها تصنع بيض وزنه يساوي 16 كيلوغرام، على افتراض أن وزن البيضة حوالي 58 غرام. هذا يشمل 2 كيلوغرام بروتين، 1.7 كيلوغرام دهن، 0.5 كيلوغرام كالسيوم، 10.7 كيلوغرام ماء وباقي العناصر، وهذا يعادل 7 مرات أعلى من وزن الدجاجة نفسها. ويعتبر الجهاز التناسلي الأنثوي للطيور أكفأ بكثير من مثيلاته في الثدييات فيما يتعلق بإنتاج أعداد الأبناء خلال السنة أو خلال حياة الحيوان. من نجي الآن إلى تركيب وتشريح الجهاز التناسلي. عادة يشمل كل من المبيض الأيسر وقناة البيض اليسرى التي تكون فعالة. المبيض أو ما يسمى الأوفاري ينجز المبيض وظيفتين أساسيتين في الدجاج، هما شنو؟ إنتاج الهرمونات التي إلها علاقة بالتناسل، وإنتاج الجميتات الأنثوية أو البويضات. ويقع المبيض في الجوف الجسمي عند النهاية الأمامية للكليتين، ويتألف المبيض من طبقتين هما القشرة الخارجية التي تسمى الكورتكس وتمثل النسيج الخارجي، والطبقة الثانية هي اللوب اللي ما تسمى بالمدلة وتمثل النسيج الداخلي. ويفصل بين الطبقتين طبقة كثيفة من النسيج الرابط تعرف بالغلالة البيضاء، ويحتوي المبيض على البويضات التي تسمى الأوفا. يتراوح عدد البويضات في الدجاج الناضج من 2000 مرئية و 12000 بويضة ماكروسكوبية غير مرئية، ويصل عدد قليل منها إلى النضج الجنسي الذي يقدر بحدود 200 إلى 300 بويضة. وتحتوي طبقة اللب على أنسجة رابطة وأعصاب وعضلات ملساء، والتي تمثل الجزء الأكبر من وعاء
والتي تمثل الجزء الأكبر وعائية من طبقة القشرة، وتحتوي القشرة على خلايا بيضاء، خلايا البيضة أو ما تسمى بالأوسايتس وسليفات البيضة أوغونيا، ويزداد وزن المبيض بالطراد حتى يصل إلى 40 إلى 60 غرام عند النضج الجنسي. وأغلب هذه الزيادات نلاحظها ناتجة من وصول 4 إلى 6 جريبات أو ما تعرف بالحويصلات نسميها بالإنجليزي فوليكلز متطورة يصل قدرها إلى 40 ملغرام تقريبا. يتألف جدار الجريبة الناضجة من 6 مناطق متميزة ومخصصة، وهي من الداخل نحو الخارج. هسه هنا نلاحظ هذا هو المبيض، نلاحظ وجود مجموعة كبيرة من الحويصلات، هذه الحويصلات توصل إلى النضج الكامل بالتتابع، وهنالك العديد من الحويصلات البويضات الميكروسكوبية. نلاحظ هنالك منطقة بيضاء خالية من الأوعية الدموية، منطقة بيضاء خالية من الأوعية الدموية تنعدم فيها تعرف بالاستجما. هذا الاستجما هو يحدث عندها الانشقاق، انشقاق جدار الفوليكلز وسقوط مادة الصفار إلى داخل القمر. هنا أيضا مقطع آخر يوضح المبيض، وهذا هو مدخل القمع وهذا هو المعظم. نلاحظ هذه الجريبات أيضا تصل إلى النضج، هذا هو، هاي هي منطقة الاستجما هنا. وبعد تنشق نلاحظ هذه هي جريبة متمزقة أو حدث بها عملية الإباضة. هنا هو هذا أيضا فد مخطط للمبيض، ونلاحظ هذه هي الأوفم، وهذه هي الطبقات لتحيط بالحويصلة من الداخل إلى الخارج. من تصل إلى مرحلة النضج كامل، توصل إلى مرحلة النضج كامل يعني حدث عملية انشقاق الجدار و دخول مادة الصفار بيضة إلى القمع. نلاحظ الغشاء مكون من أو ما تعرف بالجريبة، مكون من ما يلي: أولا غشاء الفيتالين اللي يحيط بالمنطقة الخارجية، وبعدين طبقة حول الفيتالين والغشاء الحبيبي أو ما تعرف الجرانيلوسا، والقراب الداخلي أو الطبقة السميكة الداخلية اللي هي ثيكا انترنا، وكذلك ثيكا اكسترنا، ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا، وهذه الجرانيلوسا، والنسيج الرابط اللي هو كونكتيف تشو، والظهارة الجرثومية أو جيرمينال ابيثيليوم. هذا هو وقت الوصول إلى النضج بالنسبة مقارنة بين بعض أنواع الطيور. حيث تصل إلى حدود 1000 ضعف من حجمها بالنسبة للحويصلة. يعمل غشاء الفيتالين الذي يحيط بالصفار، وتكون الجريبة غنية جدا بالأوعية الدموية عدا منطقة الاستجما اللي حكينا عليها، حيث تفتقر الأوعية الدموية، ويكون الجهاز الوريدي للجريبة أكثر تطورا من الشرياني، ولا تحتوي الطيور على ما يعرف بالكاربس ليتيوم أو الجسم الأصفر كما هو الحال في الثدييات. يمكن تقسيم نمو الجريبة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هو ما تعرف بالنمو البطيء أو slow growth، تمتد عدة أشهر إلى عدة سنوات، يبلغ قطر الجريبة من 0.05 إلى 1 ملم. ثانيا مرحلة النمو السريع المضطرئ، وتتضمن ترسيم بروتينات الصفار تمتد إلى حدود الشهرين. المرحلة الثالثة هي مرحلة النمو السريع، وتحدث بفترة من 7 إلى 11 يوم قبل الإباضة،
وتتضمن ترسيب الصفار والدهون، ويصل قطر الجريبة ما بين 8 إلى 37 ملغرام، ووزنها 0.08 إلى 15 إلى 18 غرام. قناة البيض الرئيسية نقسمها إلى عدد من الأقسام. الجزء الأول الفلوبوديوم اللي هو القمع، وبعدين يجي وراء المغنم اللي هو المعظم، وراء الاستمس اللي هو البرزخ، وبعدين الشلغلاند أو ما تعرف باليوترس اللي هو الرحم، بعدين تجي الفاجينا اللي هي المهبل، والكويكا اللي هو المجمع. طول قناة البيض في الدجاج النشط يبلغ حدود 80 سنتيم تقريبا من المبيض حتى المدرق، بينما لا يصل طولها في الدجاج الخامل جنسيا أو غير البياض من 14 إلى 19 سنتيم، وتمثل أنبوب رفيع. أول أجزاء الجهاز التناسلي القناة التناسلية الأنثوية اللي هو القمع، هذا وظيفته هي التقاط البيضة الأوفر وتلقيح البيضة بواسطة النطف، لأن هذا بأعشاش النطف الخدد الغازن النطف عشاش النطف واقعة في الجزء المهدب ومخزونة في العقد الخازن الحيامن، وتسمى أيضا بعشاش النطف أو ما تعرف بالسبيرمست. الجزء الثاني اللي حكينا عليه هو المعظم اللي يمثل أطول جزء من أجزاء قناة البيض، ويوجد فيه نوعان من الغدد. الغدد الأولى هو الغدد الأنبوبية التي تتألف من خلايا لاكأسية تفرز مادة البياض الخفيف، والغدد الثانية الموجودة فيها هي الغدد وحيدة الخلية اليونيسيلار جلاند التي تتألف من خلايا كأسية، هذه تفرز البروتين الليمفي الأوفاميوسين، ويظهر أن المعظم هو الذي يحدد شكل البيضة. فالبيضة الصغيرة الحجم في الدجاج يميل إلى شكل كروي، والبيض الكبير يميل إلى شكل مستطيل، وهذا ناتج من ضغط عضلات جدار قناة البيض. بعد المعظم مباشرة عندنا الاستمس أو البرزخ، حيث تدفع البويضة من المعظم إلى البرزخ بواسطة الحركة التموجية. ووظيفة البرزخ هي تكوين الغشاء الداخلي والخارجي للقشرة، وإضافة الماء وإلى البويضة. هذا هو الجهاز التناسل الأنثوي بعد ما يعني شرحناه وقطعناه. نلاحظ هذا الأوفري، هذا هو القمع، وهذا هو المغنم، وهذا هو الاستمس، هذا هو الشلغلاند أو اليوترس، وهذا هو الفاجينا، وهذا هو الفتحة التناسلية المشتركة. الغدد القشرية أو الأنبوبية الرحم أو رحم تسمى المنطقة الحمراء، وتسمى الجزء الأمامي للرحم المرتبط بالبرزخ. وظيفته الأساسية هي إفراز وترسيب الكالسيوم، حيث هذا الترسيب مال الكالسيوم يكون على أغشية القشرة وتكوين الطبقة الحلمية للقشرة أو ما يسمى بالماميلاري مانتل، وتحتوي الخلايا المبطنة للغدة القشرية على كلايكوجين الذي يساهم في رفع مستوى سكر البيض. الرحم أو الغدة القشرية الكيسية يشبه الكيس، كون تقين وعضلي يحوي على الغدد الأنبوبية وحيدة الخلية التي تكون وظائفها غير معروفة، والوظائف الرئيسية لهذا الجزء هي تكوين القشرة، إضافة الماء والأملاح إلى الألبومين، وتكوين صبغة القشرة، وذلك قبل 5 ساعات من وضع البيضة في الدجاج، وعادة صبغة بروفيرين تعطي اللون البني للبيض. المهبل هذا يكون قصير نسبيا، يحتوي على شكل يشبه حرف S. من المحتمل أن لا يشترك المهبل في أي دور أساسي في تكوين البيضة،
وممكن أن يقتصر عمله فقط على طرح البيض خارج جسم الدجاج، حيث توجد العضلة العاصرة على حدود الرحم والمهبل، ويوجد أيضا منطقة اتصال الرحم بالمهبل، النوع الثاني من الغدد الغازنة للنطف أيضا في هذا الجزء. نلاحظ هنا هو مخطط يوضح بكل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي شنو قاعد يصير عندنا. يعني هذا مثلا في المعظم الألبومين، ومنطقة الجلازة تتكون أيضا في هذا الجزء. الجزء الثاني الاستماس، راح الألبومين والشيل ممبرين راح تصير عندنا، وهنا راح يكون الفراز القشرة القرصية أيضا في الرحم. ناب بواسطة حركة الأهداب تتحرك البيضة من باتجاه الرحم، وبعدين تتحرك باتجاه الخارج. شير جلان تفرز الألبوم من شير جلان، وهذه هي في اللاي لتحدثهم في عملية حركة البيضة. النضج الجنسي، ايش نقصد بالنضج الجنسي؟ النضج الجنسي هو عبارة عن مجموعة تغييرات فسلجية وشكلية تبلغ ذروتها في القدرة التناسلية الطبيعية للحيوان، وتؤثر أيضا على عدة عوامل يمكن تقسيمها إلى: أولا العوامل الوراثية، القيمة الوراثية لصفة الأمر عند النضج الجنسي معتدلة، وقد يكون للديك دورا أكبر في توريث هذه الصفة من الأم، لحظة ارتفاع مستويات الهرمونات المغذية الجنسية الجونادوتروبينز هرمون في السلالات المحسنة على أساس التبكير في النضج الجنسي من السلالات المتأخرة. ثانيا العوامل البيئية تشمل مجموعة من عوامل، منها درجة الحرارة تؤثر على درجة الحرارة العالية تؤخر النضج الجنسي، التغذية حيث أن نقص الفيتامينات والمعادن والبروتين يمكن أن يؤدي إلى إعاقة النمو والنضج الجنسي، وأيضا الضوء حيث يلعب الضوء دورا كبيرا في السيطرة على بداية النضج الجنسي وعلى إنجاز الجهاز التناسلي الأنثوي. وبالرغم ذلك فقد حصل نضج جنسي للدجاج المربى في ظلام تام، حيث من المعروف أن الطير يستلم الضوء بواسطة صبغة الريدوسين الموجودة في الخلايا المستلمة للضوء، والتي تتحول إلى إشارات كيميائية تنتقل إلى الدماغ وبالتحديد إلى تحت المهاد. وهناك ثلاث طرق رئيسية من المحتمل أنها تقوم بنقل الضوء من إلى تحت المهاد. أول طريق هو طريق العين، يعتبر هذا هو المسلك المهم في الرؤية والمشاهدة، ولا يلعب دورا أساسيا في السيطرة على الجهاز التناسلي للدجاج. فقد وجد بعض الباحثين أن دجاج اللوغهورن الأعمى بالوراثة أنتج بيضا أكثر وتناول علفا أقل، وله نفس وزن الجسم ووزن البيضة مقارنة باللوغهورن الطبيعي. وتعتبر الإشارات الضوئية المستلمة من قبل تحت المهاد بشكل مباشر أو غير مباشر هي مسؤولة عن عملية إنتاج تحت المهاد من الهرمونات وعوامل انطلاق الهرمونات المغذية الجنسية، والتي تعبر من إلى الفصل الأمامي النخامي من خلال مجرى الدم، وتسيطر بذلك على إفراز كل من هرموني FSH والLH. ثانيا عن طريق الجمجمة مباشرة تحت المهاد، وثالثا عن طريق الغدة الصنوبرية تحت المهاد. عندما يكون عدد ساعات الإضاءة طول فترة الإضاءة كافي لإحداث تحفيز تحت المهاد النخامية على أفراز الأفزج، هذا بدوره يحث على تطور المبيض وقناة البيض وأفراز الـLH لإحداث الإباضة الأوفيوليشن. ويعتبر الضوء خلال الغدة الصنوبري ويعبر الضوء خلال الغدة الصنوبري البينال جلاند مهما في تحديد موسم التكاثر خلال السنة
أكثر منه أهمية في تحديد العمر عند النضج الجنسي والسيطرة على التكاثر، ويتم ذلك من خلال إفراز هرمون الميلاتونين الذي نقيس به الدجاجة بواسطته طول الظلام والضياء خلال اليوم. وبذلك تحدد موسم التكاثر، فالنقطة التي ينخفض عندها الميلاتونين في بلازما الدم يكشف حصول الفجر، بينما النقطة التي يرتفع عندها هذا الهرمون تعني أن الدجاجة حصول الغسق. ففي فصل الخريف بداية الشتاء يبدأ النهار بالقصر، وكذلك في التربية المغلقة عند خفض ساعات الإضاءة يؤدي إلى طول فترة إفراز هرمون الميلاتونين، وبذلك يؤدي إلى تثبيط أو إيقاف النشاط التناسلي، وهذا من خلال تحت المهاد، ويسبب الانخفاض الحاد في تركيز الـ FSH والـ LH، توقف وضع البيض أو تدور أو ضمور المبيض وقناة البيض، وهذا لا يعني ضمور الجهاز التناسلي الذي قاد إلى حصول نزع الريش. والتهيؤ إلى موسم التكاثر الجديد الذي يبدأ بعد أن تأتي المعلومات مرة أخرى من الغدة الصنوبرية إلى تحت المهاد، حيث تشير إلى ارتفاع فترة طول الإضاءة، ويلاحظ تأخر الطيور الفاقسة في الصيف في النضج الجنسي عند مقارنتها بالطيور الفاقسة في فصلي الخريف والشتاء، وهذا السبب يعود إلى انخفاض طول النهار بتقدم عمر الطير الفاقس في الصيف، وبذلك ينخفض تحفيز الضوء على التناسل على عكس الثانية. وفي التربية المكثفة يستعمل الضوء كوسيلة فعالة للسيطرة على العمر الأمثل عند النضج الجنسي. وضع البيض هي سلسلة الحوادث التي تبلغ أوجها في عملية إخراج البيضة من جسم الأنثى، وتشترك مجموعة واسعة من العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر في السيطرة على هذه العملية. أهم الهرمونات المفرزة وحسب الأهمية من الفصل العصب النخامية هي الميزوتوسين وأرجينين فاسكوتوسين والأوكسيتوسين، وكذلك هرمون البروستاغلاندين F و E والهرمونات المحفزة من آخر الجريبة الفوليكلز قبل الإباضة. وأول جريبة بعد الإباضة، ويتم طرح البيضة خارج جسم الدجاجة عن طريق ارتخاء العضلات البطنية والعضلة العاصرة الواقعة بين الغدة القشرية الرحم والمهبل، والتقلص العضل الغدة القشرية، وعادة توضع البيضة الطرف العريض يكون في المقدمة، علما أن وضع البيضة داخل قناة البيض يكون الطرف المدبب في المقدمة، ولكن يحدث دوران في البيضة قبل وضعها بفترة قصيرة مقداره 180 درجة. إذن دوران البيضة هذا يساعد في عملية خروجها من خلال زيادة القوة المسلطة على الجهة المدببة باتجاه الجهة العريضة. هذا هو المخطط يمثل تأثير الهرمونات والنيجاتيف فيدباك بالنسبة للهرمونات التناسلية وتأثيرها على كل من المستقبلات الخلايا الموجودة على سطح جدار المبيض. وهذا هو المخطط يمثل الفرق بين الإباضة سقوط البيضة بالقمع وعملية وضع البيض في دورة مقدارها 26 ساعة. نلاحظ موزع على أساس الساعات، وكل جزء من أجزاء الجهاز التناسلي شنو يصير به خلال هذه الفترة حسب ما ذكرنا سابقا. الميزوتوسين والATV الVAVT والأوكسيتوسين يحدث تقلصا في جدار الغدة القشرية وبالتالي وضع البيض، ولكن فعالية الAVT تكون أقوى بكثير في أحداث وضع البيض من الأوكسيتوسين. كذلك عضلات الغدة القشرية تكون حساسة جدا إلى الAVT
أكثر بكثير من حساسيته للأوكسيتوسين. تشترك أيضا في عملية وضع البيض البروستاغلاندينات بشكل مباشر، فلذلك فحقن البي جي اف 2 إلى الدجاج يحفز الغدة القشرية على التقلص وارتخاء المهبل ومن ثم وضع البيض اوفر بوزيشن، ونفس التأثير حصل على البي جي اي 1. وهناك أدلة تشير إلى أن فعل البروستاغلاندينات يتوسط تأثير الاي في تي وحصول عملية وضع البيضة، وترتفع تراكز البروستاغلاندينات اف و اي في الجريبة الحويصل الأكبر قبل الإباضة، وكذلك ارتفع البروستاغلاندين اف في الجريبة بعد الإباضة بشكل مباشر، وسبب كل من الهستامين والأسيتيلكولين والأركوتوكسين تقلص في عضلات الغدة القشرية وبذلك وضع البيض بشكل مبكر، في حين سبب هرمون الأبنفرين تأثير تأخر وضع البيض ذلك نتيجة لارتخاء العضلات. هرمونات المبيض تصنع في المبيض مجموعة من الهرمونات السترويدية وغير السترويدية، تشمل الهرمونات السترويدية هي الاستروجين البروجسترون والاندروجين، غير السترويدية تشمل البروستاغلاندينات اي واف والابنفرين والهستامين، وتعتبر الخلايا الحبيبية او ما تسمى بالجرانيلوسيسيل المصدر الرئيسي لهرمون البروجسترون، بينما خلايا القراب تنتج بالدرجة الاولى الاستروجين والاندروجين، ويحفز هرمون الال اتش على انتاج مواد البروجستيرون في الطبقة الحبيبية الجرانولوسا في جميع الجريبات، ولكن يكون تأثيره قوي جدا على الجريبة الأكبر قبل الإباضة، بينما تأثير هرمون الاف اس اتش على انتاج البروجستيرون يكون اقل من تأثير الال اتش، وايضا تأثيره يكون عكس تأثير الال اتش. فيما يتعلق بتسلسل الجريبات، حيث يكون تأثير الاف اس اتش اقوى على الجريبة الاقل نضجا والاقل حجما، وربما يعود ذلك الى دور الاف اس اتش في زيادة نمو وتطور الجريبات الصغيرة وتحفيزه لها. ويمكن تلخيص اهم مضاعف هرمون الاستروجين هو تعزيز نمو قناة البيض، المساعدة في صناعة البروتينات، تعديل مستقبلات البروجسترون، وتحفيز كل من صناعة الصفار من خلال عملها في الكبد. تناول الطعام، ترسيب الكالسيوم خلال الجزء اللبوي من العظام الطويلة تكون مصدرا احتياطيا للكالسيوم خلال فترة انتاج البيض. طبعا هنا الجرانيلوكورتيزول بيركونولين، بعدين بروجستيرون، اندروستروجين، تستوستيرون، والثيكا الاندروستيرون، تستوستيرون والاسترون يتحول الى 17 بيتا استراديول البروجستيرون. السيطرة على الصفات الجنسية الثانوية والسلوك الجنسي مثل اللون وشكل الريش من المتعارف عليه في الثدييات، حيث تنمو بويضة واحدة في الطير بحيث ينمو مجموعة من البويضات والجريبات وفق تسلسل معرب بالجريبة الفوليكال هيرتشلتي في المبيض، وتم التعرف تماما ان الميكانيكي المسؤول عن ذلك افتراض ان هرمونات الال اتش والاف اس اتش لها دور في ذلك. وعموما يلاحظ من الرسم تركيز البروجستيرون في الجريبة ومن كل ما اقتربت البعض، بينما يحدث العكس للمودق الاسترادول في حين انخفض تركيزه في الجريبة الاكبر والاقرب للبعض، اما تركيز التستوستيرون فيبقى ثابتا تقريبا في الجريبات ضمن السلسلة ولكنه ينخفض فقط في الجريبة قبل الإباضة. ويتعاون هرموني التستوستيرون والاستروجين لإحداث التعظم في لب العظام.
هذا هو المخطط فترة الظلام وحدوث الإباضة وحدوث وضع البيض موزع حسب الدورات بالتتابعية 4 دي، وهنا طبعا الليفلات مال ال اتش والليفلات مال اف اس اتش. الإباضة الاوفيوليشن نقصد بها انطلاق البويضة من الجريبة نتيجة لتشقق الجدار في منطقة استجما تدعى الإباضة، وعادة الإباضة في الأنواع المدجنة بحدود 15 إلى 17 دقيقة من وضع البيضة الأوفوبوزيشن. وهناك العديد من الهرمونات المشتركة في الإباضة، لكن يبقى هرمون الـ LH هو الأساس في إحداث الإباضة عن طريق ميكانيكي غير معروفة تماما، لكن افترض أن الـ LH يعمل على تقلص العضلات الناعمة الموجودة في ساق الجريبة متسببا تشقق في الاستجما أو يسبب فقر دم موضعي وعدم تدفق الدم إلى الجريبة وبالتالي موت النسيج، وهذا ما يعرف بالتنخر. الهرمونات المشتركة في أحداث الإباضة مثل ما قلنا الـ LH حيث يفرز من 6 إلى 8 ساعات قبل الإباضة، يصل قمته بحوالي 4 إلى 6 ساعات، وهذه القمة في إفراز الـ LH المسؤولة بالدرجة الأساس عن الإباضة. وقد ذكر البعض بحصول قمة ثنائية لإفراز الـ LH في الدم يحصل بين 14 و 16 ساعة قبل الإباضة، ولكن لم تعرف أهميتها لحد الآن. إضافة إلى هاتين القمتين فقد وجه حدوث قمة ثالثة لإفراز الـ LH في بداية فترة الظلام وتتكرر كل 24 ساعة، ولكن افترض البعض أن إلها علاقة في إشعار وتنظيم الوقت الذي عنده تبدأ قمة الـ LH قبل الإباضة، وتكون قوة الـ LH في أحداث الإباضة أكبر من 500 مرة ضعف أكثر من الـ FSH. الهرمون الثاني المهم يشترك في الإباضة هو البروجسترون، فقد لوحظ حصول قمة في الدم في الساعة 4 إلى 6 قبل الإباضة، وفي نفس الوقت الذي تحصل في قمة LH قبل الإباضة زيادة البروجسترون كما أشرنا سابقا ناتجة من إفرازه من قبل أكبر الجريبات. ومن الملفت للنظر عدم حصول قمة للبروجسترون في الأيام التي لا يحصل فيها إباضة، وهناك دليل آخر يوضح أن قمة الـ LH قبل الإباضة تحدث وتستحدث بواسطة إفراز أو إفراز أو قمة البروجسترون، فلو أوقفت قمة البروجسترون بشكل أو بآخر قبل الإباضة فإنه يؤدي إلى عدم حصول قمة الـ LH قبل الإباضة. هذا يتضح أن البروجسترون يؤثر في قمة الـ LH قبل الإباضة، وكذلك يتدخل بطريقة ما بالتغذية الرجعية التي تؤثر في إفراز الـ LH. فالطريقة التي يعمل بها البروجسترون تعمل على تحفيز التدفق العالي للـ LH قبل الإباضة، وتكون نتيجة العمل التحفيزي بواسطة ميكانيكية التغذية الرجعية الموجبة Positive Feedback Mechanism. العمل التحفيزي يتضمن ببساطة إما إفراز البروجسترون الذي يحفز على إفراز الـ LH دوره يحث إباضة، أو إن الـ LH يحفز على إفراز البروجسترون وحدات الإباضة. وبالمقابل فقد عرفت هذه الميكانيكية بالتغذية الموجبة عبر أنها توليد محفز أولي ليكون مثلا إفراز البروجسترون الذي يحفز ويؤثر على مولد إشارة أخرى ليكون مثلا تحت المعدة والنخامية، والذي هو الـ LH حيث يقوم الـ LH بتضخيم المحفز الأول لبروجسترون، وبذلك ارتفاع اللولب في تركيز البروجسترون، والـ LH ضروري لإحداث الإباضة. فيما يتعلق بباقي الهرمونات المشتركة في الإباضة، فقد لوحظ حصول قمة للمودقات الاستروجينات اللي هي استراديول 17 بيتا والإسترون في الدم بفترة من 4 إلى 6 ساعات قبل الإباضة، وتظهر المودقات والستسترون أنها لها علاقة غير مباشرة في حث إفراز الـ LH، وحصل قمتين لهرمون الكوروتوكسيدي
الكورتيكوسترين في الدم في الساعات 20 و2 قبل الإباضة، ولم يظهر هنالك علاقة بين هذا الهرمون والإباضة. هذا ويصل هرمون البرولاكتين قمته في بلازما الدم قبل 10 ساعات من الإباضة، وأوطى التركيز إلى يصل قبل 6 ساعات من الإباضة، وهذا الانخفاض بالوقت هذا في هذا الوقت الذي تصل فيه تراكز البروجسترون والال اتش قمتها قبل الإباضة، وانخفاض البرولاكتين يساعد في تسهيل إفراز البروجسترون، وبالتالي تدفق الال اتش قبل الإباضة، ويصل قمة الاف اس اتش في الدم بفترة 15 ساعة قبل الإباضة، وسجل بعض الباحثين قمة أخرى للاف اس اتش في الساعة 11 قبل الإباضة، وحالا بعد الإباضة في الجريبات الوسطى في السلسلة. التناسل ودورات وضع البيض. تتباين دورات التناسل في الطيور تبعا لطول الفترة وطول الوقت خلال السنة التي يكون فيها الطير نشط جنسيا. قسم من الطيور تكون نشطة طول السنة مثل الدجاج، دجاج الداجن السلالات الحديثة، بينما بقية الطيور تكون نشاط موسمي. يتراوح عدد الأوقات لإكمال دورة الإباضة وضع البيض الوقت المستغرق من الإباضة حتى خروجها كبيضة كاملة في الدجاج 24-28 ساعة، والبيض الموضوع يوميا بدون انقطاع يعرف بالسلسلة سيكونس، وتفضل أن وتفضل السلسلة بيوم أو أكثر من توقف إنتاج البيض سكيب، وتتصف دورة الإباضة ووضع البيض التي تمتد 24 ساعة وأكثر بوجودها، كما قلنا أن في الدجاج الداجن الرومي وربما في السمان الياباني والبط. وعادة في الدجاج الذي يتصف بطول سلسلة وضع البيض يمتاز بقصر دورة الإباضة، حيث وضع البيض الفترة اللازمة تكون بيضة كاملة تكون أقل من الدجاج الذي يمتاز بسلسلة وضع البيض قصيرة. والتأخير بين وضع البيض المتعاقب من السلسلة بحيث يكون غير ثابت، حيث عادة ما يكون التأخر في وضع البيض بيضتين وآخر بيضة في السلسلة أكبر من التأخر أو الحاصل بيض في وسط السلسلة، وعادة يعرف التأخر على أنه اختلاف الفترة بين وضع البيض والإباضة اللاحقة، والتي كما قلنا تمتد من 15 إلى 75 دقيقة في الدجاج، وهذا بعض نماذج وضع البيض في الدجاج. هاي دورتين بيض اكسترك اكس اكسترك اكس اكسترك نا 3 اكسات 3 اكسات نا اكسين 3 اكسات اكس واحد 3 اكسات. هذا تعرف بالسلسلة غير منتظم وتوقف طويل منتظم منتظمة الاكسات مستمرة. قشرة البيض من ثلاث طبقات من الداخل للخارج، غشاءين هي الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي البيضة، القشرة الحقيقية طبقتين الحلمية والطبقة الإسفنجية أو الحسكية، وتدخل القشرة الحقيقية المواد العضوية. البشرة الكيوتيكل اللي تمثل الطبقة السطحية للقشرة وتكون شمعية وتتألف من مادة بروتينية سكريات متعددة ودهون، وظائفها تتلخص بتقليل التبخر الماء من البيضة ومنع حدوث التلوث الميكروبي. يمثل جزء القشرة الحقيقية الجزء الأعظم للقشرة، حيث يتم ترسيب الكالسيوم على هيئة كربونات الكالسيوم التي تمثل حوالي 95% من مكونات القشرة. الانتاج العالي من البيض يؤدي الى حاجة كبيرة من مصادر الكالسيوم، وذلك لغرض ترسيب القشرة، لذلك في الدجاج البياض عملية ايض او تمثيل الكالسيوم تعتبر عملية ذات كفاءة عالية. ان مصدر الكالسيوم في الدم هي العظام والغذاء، ويحوي في الدجاج البياض على انواع من العظام اللبية أو ما يسمى بالجيلاتي بون، توجد داخل العظام الطويلة. تستخدمها الدجاجة كمخازن احتياطي الكالسيوم الخاصة، ونحن نعرف أن تكون قشرة البيضة تحدث معظمها في فترة الظلام التي ينقطع فيها الدجاج عن تناول العلف. أهم الهرمونات المشتركة هي هرمونات جار الدرقية PTH باراثايرويد هرمون والكالسيتونين و او المفرز من الاجسام الغلصميه، زين، وعندنا الاشكال الشكل الفعال لفيتامين دي
اللي هو دي اتش سي سي، وتشترك به ايضا هرمونات اخرى وعوامل اخرى في تكوين الكالسيوم، لا مجال لذكرها. اذا يعتبر هرمون جارة الدرقية الاكثر اهمية في المحافظة على مستوى الثابت للكالسيوم، حيث يساعد الـ PTH في زيادة امتصاص الكالسيوم المفرز من الكلية وعادة الدم، وكذلك يقوم هرمون باستفادة من الكالسيوم الموجود في العظام وتحويله الى الدم، وكذلك يؤثر الـ PTH على القناة البيض عن طريق تحديد كمية الكالسيوم المفرزة في عملية تكوين القشرة. وعلى عكس الـ PTH يقوم هرمون الكالسيتونين بتخفيض تركيز الكالسيوم، حيث يعمل على خفض امتصاص الكالسيوم من العظام، وذلك يخفض تركيز الكالسيوم والفسفور في الدم. ويعتبر الـ DHCC عامل مهم في تنظيم الكالسيوم في العظام، حيث يعمل بشكل مستقل مع تأثير هرمون الـ PTH في حالة توفر الكالسيوم بكميات قليلة في القناة العظمية، تكون فعالية امتصاصه بشكل غير فعال ولا تعتمد على وجود الـ DHCC 1.25. ولكن في حالة نقص الكالسيوم في القناة الهضمية، فإن كمية انتقال نشط الكالسيوم تكون فعالة وتعتمد على أساس فيتامين دي. وشكرا جزيلا لأصغائكم.